المكان الحاجة قد ايه تكون مصرية وفي نفس الوقت يعني مصر فيها حرف كتير وفيها ناس كتير ذات يعني شغل بشكل احترافي جدا ومميز وبيعبر عن تراث المكان وكل حاجة، بس الفكرة ممكن الحاجات دي هي ما تكونش باينة قوي. كل حاجة هاند ميد مصري، مفيش حاجة تانية مش مصرية. احنا يعني بنحاول ان احنا نحيي التراث شوية باستخدام برضو موتيفات مصرية، سواء مثلا فرعوني اسلامي قبطي، يعني كله حاجات كلها حاجات مصري، يعني صافي بيور مصري. التركيز فيه كله ان هو حاجات صناعات مصرية، بتركز مع الحاجات اليدوية ورش صغيرة اكتر. طبعا بما ان هي كله معتمد على صناعة مصرية فهو لازم يكون بيمثل يعني مختلف الـ يعني الناس والتراث الموجود في مصر. في حاجات زي دول مثلا، الزخارف نفسها في شغل زي دول حاجات، يعني لو بصينا على الزخارف نفسها حاجات إسلامية وعربية، يعني في شغل الجلد، شغل خشب، شغل صدف، شغل نحاس بأشكال مختلفة، شغل خشب، حاجات ممكن تبقى أساس للمنزل وفي نفس الوقت ممكن تبقى حاجة زينة هتتحط في البيت. هو المكان طبعا حريص على تقديم الفن بأنواعه كلها. في برضو اللوحات، في لوحات إذا لوحات ألوان أكريليك مثلاً على ورق، في لوحات أقلام جاف بس فيها مثلاً شغل لاندسكيب، ممكن تشوفيه حاجات زي بيوت قديمة في مصر القديمة. الملح سيوة طالب بيطلع من البحيرات بتاعة سيوة، بتبقى نسبة الأملاح فيها عالية قوي، فبيبقى فيه صخور متجمعة بشكل صخور ملح يعني. ده هناك الناس بتوع سيوة بيجيبوه بيسيبوه يتجفف ويتنحت ويطلع بيه أشكال حاجات زي كده. والمكان هنا هو ليه كل أنواع الناس اللي بيجوا، فيه المصريين وفيه الأجانب، وكله مرتبط بالمكان، يعني مرتبط بالمنتجات أو شغل الموجود إذا كان مصريين أو غير مصريين.